النمسا والإمارات تحتفلان بالذكرى 50 على العلاقات الثنائية. انتهاء أزمة الخطوط الجوية النمساوية بعد رفع الأجور بنسبة 20%. زيادة ضحايا الابتزاز الجنسي للأطفال والشباب بنسبة 30%. السجن المعلق لطالبة طب رحبت بهجوم حماس على إسرائيل. وتسجيل 402 حالة وفاة و44 ألف جريح في حوادث الطرق لعام 2023. وأخيراً وزارة التعليم تبحث عن 6800 معلم مدرسة فوري للعام المقبل. مشاهدينا الكرام، من النمسا ميديا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار لهذا اليوم. أكد المستشار النمساوي كارل نيهاما على عمق العلاقات مع الإمارات، خاصة فيما يتعلق بملف إمدادات الطاقة، وذلك عقب لقاء وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة سلطان الجابر. وركزت مباحثات الطرفين على الذكرى 50 للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين، إضافة لبحث الاستقرار في الشرق الأوسط، واحتل التركيز على الشق الاقتصادي الحيز الأبرز من اللقاء، خاصة امتداد الطاقة والأمن واستقرار خطوط التجارة بين أوروبا وآسيا، حيث تعتبر الإمارات الشريك الأبرز للنمسا في المنطقة. بعد مفاوضات طويلة واضطرابات، تم التوصل إلى اتفاق بشأن أجور فريق عمل طاقم الطائرة في الخطوط الجوية النمساوية. وأعلن الاتحاد النمساوي للنقابات عن زيادة الرواتب بنسبة 20% على 3 مراحل حتى عام 2026، وسيحصل مساعد الطيارين على زيادة إضافية بنسبة 11%. وتم التوصل إلى اتفاق بين نقابة فيدا والشركة، ويعتبر الاتفاق ملزما، ويشمل تحسينات إضافية مثل تخفيف العبء العملي وتعزيز التأمين ضد فقدان رخصة الطيران، ما يضمن جودة الخدمة والاستقرار للركاب. أكدت بيرجيت ساتكي رئيسة خط نجدة 147 في النمسا أن الابتزاز الجنسي أصبح تهديدا رئيسيا للأطفال والمراهقين في العالم الرقمي، حيث شهدت المشورة عبر الهاتف ارتفاعا بنسبة 30% لعام 2023. ويستخدم الابتزاز الجنسي في الغالب صورا ومقاطع فيديو جنسية على منصات التواصل الاجتماعي بعد جلسة متبادلة عبر منصات خاصة. ونبهت ساتكي على عدم التسليم لهذه المطالب، ونصحت بقطع الاتصال مباشرة والحفاظ على الأدلة مع التوعية من الأهل للحماية من هذه الظاهرة بشكل أفضل. قضت محكمة فيينا بالسجن المعلق لمدة 3 أشهر على طالبة طب بتهمة تأييد أعمال إرهابية تعود لتنظيم حماس الفلسطينية. وأدى تعليق لها على فيسبوك عقب هجوم حماس على إسرائيل إلى الحكم، حيث قامت بالترحيب بالهجوم. وأكدت الشابة البالغة من العمر 24 عاما أن تصريحها كان غير مدروس، وأشارت إلى عدم معرفتها بطبيعة حماس كتنظيم إرهابي. وبعد المشاورة مع محاميتها قبلت الحكم ووافق الإدعاء عليه. ارتفع عدد ضحايا حوادث المرور في النمسا خلال عام 2023، حيث بلغت الوفيات 402 شخصا بارتفاع يبلغ 9% عن العام السابق. وبينت الإحصاءات إلى ارتفاع ملحوظ في حوادث الدراجات الإلكترونية، حيث بلغ عدد الإصابات والوفيات 11,226 شخصاً بزيادة 3% عن عام 2022، مما يعد الأعلى منذ عام 1992. وكشفت الإحصاءات عن خطورة القيادة خاصة تحت تأثير الكحول، وحثت كاثرينا ياشينسكي من نادي النمسا للسيارات على اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لتعزيز سلامة الطرق.
أعلن وزير التعليم مارتن بولاتشيك عن الحاجة الملحة لشغل 6821 وظيفة معلم في النمسا مع 100,000 ساعة دراسية مفتوحة للعام الدراسي المقبل. وتركز الوظائف الشاغرة بشكل رئيسي في فيينا، حيث تحتاج إلى 2164 معلم إضافي، يليها تيرول 1016، النمسا السفلى 1000 معلم، والنمسا العليا 749، وفرالبيرغ 544، وشتايرمارك 510، وسالزبورغ 350 معلم، وبورغلاند 245، وكيانتن 243. ويتفاءل بولاتشيك بسد كافة الوظائف الشاغرة من خلال حملة خاصة وجهود استقطاب المعلمين الجدد. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، ولا تنسوا تحميل تطبيق إنفوجرات على هواتفكم. كنت معكم أنا ممدوح مكين، أمسية سعيدة ونهاية أسبوع سعيدة. إلى اللقاء.